لكم الاول المقادير بتاعت المهلبيه السكالانس. يعني ايه اصلا مهلبيه سكالانس؟ مهلبيه عاديه بس انا بجرنشها بحلاوه وقشطه وكمان شويه فستق. ماشي؟ وطبعا هي فيها قشطه من جوه هنا اهو المهلبيه نفسها، فهي حلاوه ومربى. يلا المكونات: لتر ونص لبن، نص كوبايه قشطه، واتنين معلقه كبيره كريمه خفق، وكمان نص كوبايه سكر، نشا، حلاوه متقطعه مكعبات، مربى فراوله، وفستق للتزيين. يلا بينا نبدا باول حاجه خالص وهي اللبن. هنسخنه. بتحبي اللبن مع الكريمه؟ مش قوي يعني، انا ما بحب. وكمان القشطه عارفه في كده ميم على الانترنت اللي هو اعطيني قطعه من قطعه حنان. يلا هنسخن دول كلهم مع بعض وهنستناهم ان هم يسخنوا. وهنعمل ايه بقى في الاثناء دي؟ حاجه علمتها لك في رمضان فاكراها؟ كان في تيب كده ان ازاي النشا ما تكلكعش. متهيألي ان احنا نقلب كده على طول. لا، احنا هنحط السكر مع النشا ونقلبهم مع بعض عشان ما يكلكعوش. مش دايما بنحط ميه مع النشا عشان ما تكلكعش. ممكن نعمل اسهل لو مش عايزين نزود ميه ان احنا نقلبهم بس كويس مع السكر، مش هتكلكع. انا طبعا مش متذكره هاي الفقره ابدا، علمني اياها يعني. انا اسالني شو اكلت امبارح بنسى. بس فاكره الاكل كله، مش فاكره التبس، بس فاكره كل الاكل اللي نزل هنا اللي اخدته على البيت. ذاكرتك قوية ولا بتنسي؟ لا يعني زي ما لسه كنت بقول لعمرو قبل الحلقة ان الواحد ساعات برضو يعمل أكلة كده من سنة بيبقى عاملها بروفيشنال وطلع حلوة جدا، يجي عشان يكررها ويعملها مثلا بعد فترة بنسى. اه في حاجات وقعت منك مقادير كده وقعت. الذاكرة انا بنسى بسرعة جدا بتنسى. صراحة انا ذاكرتي القصيرة زي السمكة زي الجولد فيش. وانا ما وحتى مثلا في اشخاص بحياتي على قصة قعدنا نحكي اليوم عن النرجسيين وهيك، كثير في اشياء بكون شخص مضايقني فترة من الحياة بنسى انه ضايقني، بس اشوفه هاي كيفك شو، وبعدين بتذكر بقول يا الله كيف حكيت معه بطريقه منيحه. طب ده صفاء، ده انت كده متسامحه. هي بتحاول معنى ان انت تنسي لحد عمل لك حاجه، ودي كده مش بتنسي، انت كده متسامحه. بتحاول تحسن صورتها بعد ما الدكتوره لطخت سمعتها في التراب. لطخت سمعه برجها في التراب. الحمد لله. هي بتحاول دلوقتي. انت برج ايه؟ الميزان. الميزان هي قالت حاجه عنها؟ مدحت الميزان كثير. مدحت فيهم؟ بجد؟ مدحت الميزان كثير. طب الحمد لله. في معهم في وجوههم يا ميرو. ماشي ميرو. ايوه شفتي لدعتك. هي عقرب برضه لدعتك. لا هي قالت ما بحب انا اتدلع، اذا بدي اتدلع ميرو. انا ما ضايقتها. لا هي قالت ما بحبش اتدلع اصلا. لا مش ما بحبش اتدلع يعني. انا جاي اهدي النفوس يا شباب. كل واحد بيحب دلع يعني. والله خلص ان انا اوقع بينهم. عارفه يعني مروه كويس. خلاص مروه. مش هدلعك. هي قصدها ايه؟ هي كده بتسكك يعني مروه كويس؟ انا خلاص اسكتي ما تدلعيني كمان مره. هيك قصدها. انا مش بسخن خالص. انا ليا ذكرى مع كلمه مرمر دي. خلاص ما بنحبش مرمر. خلاص مش هتلاقي الا مرمر بعد كده. ما بنحبش مرمر. نعم يلا. شفت الناس كلها بقى بتجز على بعض في الفقره دي. هنزل. احنا جايين نهدي النفوس. بالظبط. هنزل السكر والنشا مع بعضيهم، وكده هيبقى عندنا مهلبيه بعد دقيقتين جاهزه. مجرد بس ما تغلي هنوطي النار وهتبقى المهلبيه. انت بتعملي ايه؟ المهلبيه بتاعتنا جاهزه. افتكرتك بتاخدي الاكل من ورايا. لا كنت بظبط بس ورا بروق من وراك. انا قلت بلاش ايه، دي هتسرق حاجه. هسرق مكون المكونات عشان مش هتسرق. هي اصلا رندم مش هتسرق، تاخد الصينيه كلها وتخش على طبق قطعه على طول. بتيجي معي انت. انا اجيب معك. مش مسكر الباب ما بنخلي عمري يفوت. بالظبط كده. روان ممكن نخليها تيجي. يلا هنعمل ايه؟ الله على الجمال. ادي المهلبيه اللي بتفتح النفس. ما مسكتش 100% بس ايه؟ طبعا الناس اللي شايفينها دلوقتي عنده كل اللي عنده. بص المقادير بسيطه جدا. يعني حاجات سهله وموجوده في ثلاجه اي حد هيقوم يعمل مهلبيه دلوقتي. بالظبط. انا ما عملتش اي حاجه صعبه. هجيب المهلبيه قريب بس مني كده. هي اسمها مهلبيه بس هي جرنشها بصير اسمها سكالانس. بالظبط. الجرنش بتاعها لا بس هي كمان فيها قشطه. المهلبيه في العادي ما فيهاش قشطه بلدي، بس احنا زودنا لها القشطه البلدي عشان تبقى مهلبيه سكالانس. ماشي. هنزل المربى الاول. اي نوع مربى ما بتفرق. اي نوع مش فارق. اللي انت اي حد بقى بيحب نوع من انواع المربى بيحط. انا بحب الاستروبري طبعا. وانا كمان بحب الفراوله وبحب التوت. والتوت حلوه قوي. والتين حلوه جدا. عمرك بتعرفي السفرجل؟
اللي هو زي الانجاص هيك بيكون شكله، بس بيكون عليه زي وبر. هذا شيء عندنا اسمه السفرجل. بالضبط. هذا بس هو مر شوية. مشاهدين يا عمر ترجم، هي قالت ايه؟ السفرجل هو ملهوش ترجمة بالمصري، بين التفاح على الانجاص. هو مش عندنا الجاز ده اللي هو الكمترا. صح؟ قلبي كمترا يا فيها، شفت كمترا نشفة بس فيها بذرة بتحب بضمير. بالضبط. أيوة عيني قالت لك أني منيحة. أنت ده أنت كمترا النشفة. نشفة خالص. طب دافي عني، دافي عني. لا والله يا عمور ما تقولش كده، عشان أنا هفضل أقول لك يا عمور لحد ما تزعل مننا خالص. دي بتزعل دي ما بتزعلش، ما هي دي احلى حاجه فيها، عندها روح رياضيه. اه جدا والله. رند ايه؟ بتتقبل النقد والتنمر. انا بعمل ايه دلوقتي؟ مش بتنمر. انا مركزه مع المهلبيه على فكره دلوقتي، بقول لك شايفه التزيين بيعمل ايه. يلا بنعمل ايه؟ انا حطيت دلوقتي على المهلبيه بعد ما جمدت في الثلاجه الحلاوه والمربى، وطبعا هي جواها قشطه، يعني كده عملنا سكالانس حقيقي. وهنحط عليهم شويه فستق، لو ما عندكوش ممكن سوداني، ممكن اي حاجه انتوا عايزينها. وبكده هيبقى بعد ما احط الفستق عندنا احلى مهلبيه سكالانس. تسلم ايدك يا عمرو، خطيره حلوه طبعا. ايه رايك في الفكره؟ فكرتها حلوه، فكرتها غيرت يعني من شكل المهلبيه المعتاد اللي احنا بنعرفها. ما فيش حد اصلا بيعمل يحط المربى او الحلاوه على المهلبيه، دايما عارفين ان هو بيترش كده بشويه فستق شويه جوز هند بس. بالزبط. لكن الشكل ده جديد، ودايما انا بقوله في عنده حته الابداع دي، الكرياتيفيتي رهيبه يعني صراحه. حبيبتي والله. ودايما من الثلاجه، مين ما عندوش يعني مين بيت مصري ما عندوش مربى، او بيت عربي ما عندوش مربى وحلاوه في الثلاجه، في كلنا الحلاوه مع شوكولاته زاكي بحبها انا كمان، بتبقى برضو حاجه حلوه. عمرو طب احنا دلوقتي عشان ايه الناس اللي بتشوفنا، في حد يقول لك انا ما بحبش الحلاوه على مثلا موجوده على المهلبيه، ايه الحاجات اللي ممكن نستبدلها بالتزيين مع المهلبيه برضو؟ ما ممكن نحط مربى بس، مش لازم نحط مربى وحلاوه، ممكن نحط حلاوه بس. يعني ممكن برضو ندخل حاجه جديده زي اللي رند قالتها دلوقتي، الشوكليت ممكن نحطها. بالظبط، احنا ممكن نحط هنا شويه كاكاو مع الوصفه نفسها، زي الكاسترد. هتبقى زي الكاسترد بالظبط. وممكن نحط الشوكولاته اللي هي اللي بتتفرد دي، ممكن نحطها من فوق على الوش كده، مكان ممكن مكان المربى صح كده، لحظه شوكولاته من فوق كده اهو، شويه فستق. بالظبط، هتبقى برده حلوه جدا. لو ايه تاني ممكن نحط؟ ممكن نحط هنا بقى نغيرها شويه، تبقى مايت ورد، نحط مستكه، نحط حبه هان، نعمل حاجات كتير، نحط من فوقها عشان نوصل للطعم اللي احنا عايزينه. بالظبط، يعني هي بالنهايه اذواق. بالظبط، ممكن تحطي من جوه هنا حاجات مختلفه، وممكن تحطي من بره في الجرنش حاجات مختلفه. بس طيب انت لو بدك تعملي انت السكالانس هذا على ذوقك كيف بتزيني؟ هحط شوكليت. شوكليت بس ده مش هيبقى سكالانس خالص، ده هيبقى على فرانك. لا مش هحط برده حلاوه ولا هحط مربى، يعني ممكن هحط القشطه فعلا جوه المهلبيه عشان تدي قوام حلو وتدي مثلا طعم حلو، وهحط من فوق شوكليت. اوكي، بس في سؤال بقى عايزه اساله لك، واحنا ممكن في القوام واحنا بنقلب المهلبيه، استني كنت بتقولي انت عايزه اجاوب. طب يلا قولي وبعد كده انا اسال. النهارده حلقه الرخامه، احنا بنرخم على بعض بس. قولي يا رند بتقولي لي ايه؟ لا كنت بساله اذا هو ايش بيحب يزين انا عن نفسي احط فستق بس، انا مش بحب السكر الكتير، وبعمل في المهلبيه سكر قليل، ممكن احط هنا شويه مستكه وهو شويه فستق. انا مستكه، ممكن احط شويه مزهر. وانا كمان انا بحب ميه الزهر وساده، مش هحط فيها ولا اي شيء ثاني. بس انت كنت عايزه لما في بقى ناس ممكن يكونوا عايزين يغمقوا المهلبيه شويه، شوكليت ممكن تسيح مع اللبن هنا تدي شكل حلو تاني غير المهلبيه المعتاده اللي هي بيبقى لونها مثلا زي كاكاوي شويه. ممكن تحطي كاكاو نفسه وتحطي الشوكولاته من فوق، لان انت مش عارفه. بصي اصل في حاجه، في شوكولاتات الانواع اللي هي مثلا غاليه شويه تقدر تستحمل الحراره، في حاجات تانية ممكن تكلكع وتفتت، انت مش عارفه الكواليتي لو انت مش خبره او مش مجرباها قبل كده، ممكن تبوظ. عشان ما نبوظش الاكله كلها. بالظبط، ممكن تبوظ شويه المهلبيه، او ممكن ما تدوبش، يبقى فيها ماده صمديه. فالكاكاو اضمن ان هو يديني الشكل الحلو. الكاكاو طبعا هيدينا يعني نتيجه بيرفكت، او ممكن الشوكولاته مثلا غامقه، او شوكولاته مطبخ تسيحيها الاول مثلا تنزليها او تدوبيها وهي اللبن بيسخن هتنفع. بس الشوكولاته اللي هي الجاهزه دي على حسب النوع، لو اعتقد نوع غالي ممكن هتبقى تبوظ اللبن كله او ممكن تكلكع معايا صح كده. بالظبط، يعني احنا هنا كلنا بنرجع لنفس الفكره اللي كنا نحكي فيها اول ما بلشنا السيجمنت، اللي هو انه عن جد كيف
مش سألتكم على كيف مين اللي اخترع أنه يحط الزبدة تحت الهاي، بنرجع لنفس القصة، يعني بس بهذا الإشي البسيط تقدري تعملي مليون طريقة، وممكن تضلك تجربي تجربي لتيجي طريقة معينة تعجبك تعجب الناس حواليك تطلع عليها اسم تسمي المهلبية يا مهلبية. وده بيأكد يا جماعة، لأن اديتكم كل النصايح دي بيأكد أن أنا مش نرجسي، لأن نرجسي أناني وأناني في المعلومات وأناني في المشاعر وبخيل في المعلومات. عمرو عازمنا على عازم رند على الأكلتين الحلوين دول، هتاخدهم وتدخل جوه دلوقتي. بس يعني هم بس طلب من رند، اطلبي مني أنت بعد كده اللي أنت عايزاه. هو اللي الحلقة الجاية بقى نفكر كده أنا ورند مع بعض هناكل إيه. نعمل لك مني محترم كده. طب أنا جوعت، يلا نختار. يلا بينا.